كما قال السي سعد الحين ما نبيعو الجوال، نبيعو الواقع. دابا راه هذاك ما سمعتش مع لاصال فيها اوبليغاتوار. لاصال فيها خدات 2022 ديسمبر لجميع المقاهي. دونك كاين شويه ديال الاخوان تكلموا على بعض هذا، كنحاولوا نشوفوا اشنو هما الحلول. الدعم الاجتماعي المباشر على الاقل 500 ديال الدرهم باش نبدا النقاط ونمشيو للطرفه باش تكون عندنا شويه الامكانيات في هذوك اللي ما عندهمش تعديلات باش يطوروا يعيشوا على الاقل واحد المينيموم 500 ديال الدرهم. الشهر اللي فات ديسمبر كنا غادي نديروها في ديسمبر، درناها في ديسمبر 500 درهم شاد الناس مليون ديال العائلات. هذا الشهر غادي يكونوا واش مليون ولا مليون ونص ولا جوج غادي نعرفوا الشهر. حنا غادي نخطط باش نوصلوا لذاك العدد اللي حنا عارفينهم اللي غادي يمكن يتوصلوا ليه الناس بهذا الدعم. وهذا الدعم هم كتعرفوا ما كاينش غير 500 درهم، عنده واحد نسبة لكل طفل، يعني ثلاثة ديال الدراري اللي عندهم يعني شي واحد اللي هو يعني اونتيكابي اللي عنده مغاربة أو هنا كل واحد يعني المكسب ديالو، حيث أنه يمكن يمشي ب 500 حتى 1000 درهم على حسب الإمكانيات من 2026 إن شاء الله. إذا الحكومة قامت تزيد دراري الناس عندهم يعني نون سولمون ماشي فقط كنعطيو الامكانيه ديال لاسيونس، كنعطيو الامكانيه ديال لاسيونس وكنصحو وكاين الصحه، كنعملو المستشفيات وكنعملو السبيطارات وكنعملو هادوك لي ديسبونسير اللي كاينين في الريجيو باشتغال جدي تام كنشتغلو عليه. كذلك انه غير القطاع ديال الصحه والاستثمار هنا نطلبوا هو التشالنج ديالنا يعني في هذه السنتين الاخيره، انه كيفاش نحاولوا يعني في الحركه الاقتصاديه باش اكثر استثمار اكثر يعني قريه ديالنا بالنسبه للتوريزم. هذا نجحنا بعد اولا انه بدا بخير اقل من سنه عملنا 13 ديال الاستثمار اللي هي إذا شي واحد مشى يستثمر في طرطا يمكن ياخذ حتى 30% من الاستثمار ديالو الدولة كدعم. هذا راه شيء جديد جميل وجد إيجابي. وحنا غاديين عايشين وغادي نحاولوا كل حد عجب إن شاء الله في الخاصيات يعني في هذه السنوات المقبلة. إذا ما نطولش عليكم، إذا أنا كيظهري اللي سمعت اليوم واللي شفت تبعتكم فاش كنتو في جميع المناطق ديال الجهه الاجتماعات كلهم كنت كنتبع تقريبا الانترفيو ديال كل اسبوع اللي كان في الاجتماع. كيبان لي بكل صراحه ان الحمد لله المنتخبين ديالنا تمكنوا من برنامج حكومي خبطوا بين يديهم وفهموه وعارفينهم. دابا باقي حاجه خصكم توصلوا للمواطن. حنا كنعول عليكم شي سنه حيت كيعول عليكم الحكومة كتعلو أنه هادشي كله دار ماشي باش يبقى يرد هادشي دار خصنا نوصلو للمواطنين باش يفهم العمل والجدية والحقية ديال الحكومة. إذا اللهم غدنا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.